دشن سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء نظام الطاقة الشمسية في مبنى الأوقاف الجعفرية بمنطقة السيف كأول مبنى حكومي يعمل بنظام الطاقة الشمسية، حيث أكد الوزير في هذه المناسبة أن المبادرة تأتي لتشجيع استخدام الطاقة النظيفة وتنويع مصادرها والسعي إلى تحسين كفاءة الطاقة من أجل التنمية المستدامة الشاملة بمملكة البحرين. وأشار الوزير إلى أن مبنى إدارة الأوقاف الجعفرية فرع السيف يتم تشغيله بنظام الطاقة الشمسية وبطاقة الرياح في مبادرة متميزة تنسجم مع التوجهات الحكومية في هذا المجال، حيث يبلغ عدد صفائح توليد الطاقة الشمسية 300 صفيحة تصل إنتاجية مجموع الطاقة الكهربائية إلى 90 كيلووات في اليوم الواحد. من جانبه أكد رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية سماحة الشيخ محسن آل عصفور أن استخدام الطاقة شغل موقعا متميزا في صدارة الأولويات التنموية في البحرين في إطار حرص المملكة على عنصر الاستدامة واستثمار الفرص في جميع مناحي مبادراتها التنموية، مضيفا أن إحدى الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة الموقرة هو إنشاء وحدة الطاقة المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. يتكون المشروع من حوالي 300 ألف لوحة شمسية تنتج كمية كبيرة من الكهرباء لاحتياجات المبنى، وتوفر يعني مبالغ مجزية بالنسبة لفواتير هيئة الكهرباء والماء حق المبنى. واحنا يعني هذه المبادرة ضمن مبادرات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، التي من ضمنها تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على المباني الحكومية مثل المدارس والمستشفيات. لدينا حوالي 535 مبنى حكومي من مدارس ومستشفيات، وأول دفعة من هذه المباني حوالي 40 مبنى سوف نطرحه في مناقصة عامة للقطاع الخاص ليشارك فيها، وإن شاء الله هذه بيكون بنهاية هذا الشهر أو بداية الشهر القادم. وهذه فرصة للقطاع الخاص أن يستفيدوا من هذه المناقصة، هي على أساس أن القطاع الخاص هو اللي يمول، هو اللي يبني المشروع، هو اللي يركب المشروع ويديره ويقوم بصيانته مقابل تعرفة، والتعرفة نرجو أن تكون أقل من التعرفة الحالية لهيئة الكهرباء والماء. توليد الكهرباء من هذه التقنية جدا ميسرة وسهلة وقلية الكلفة، وخاصة مع توسع في تسويقها وإنتاجها وشرائها، طبعا ستقل الكلفة كثير عن ما هو عليه الآن، وكما قلت عن السابق بكثير. فتكمن أهمية المبادرة في هذا الاتجاه لتشجيع الآخرين للحذو في هذا الطريق من أجل تسريع شروع الحكومة الموقرة في تنفيذ رؤاها للمستقبل في تأمين الكهرباء عبر هذه الطاقة.